هذا البرنامج يأتيكم برعاية 5D مينا إحدى شركات هارموني إنفستمنتس جوردن. مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سي إن بي سي عربية الأردن، وفيها نتابع 450 ألف إقرار ضريبي إلكترونيا منذ بداية العام، 1440 خدمة حكومية مرقمنة في المملكة، وإنتاج تعمل على تمديد قرار إعفاء الضريبة لصادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات لعشر سنوات إضافية. كل هذه الأخبار وغيرها نتابعها في حلقتنا لهذا اليوم. نبدأ الآن جولة أخبار الأردن في أسبوع. أعلن الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بلغ نحو 100,000 مكلف، في حين تجاوز عدد الفواتير التي تم إصدارها من خلال النظام خلال العام الحالي 15 مليون فاتورة، كما بلغ عدد الإقرارات التي تم تقديمها إلكترونيا خلال العام الحالي حوالي 450 ألف إقرار. أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أهمية تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الحكومية الرقمية ذات الجودة العالية لتوفير الوقت والجهد. وقال سميرات خلال استضافته في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات إنتاج إنه تم رقمنة 60% من الخدمات الحكومية بواقع 1440 خدمة حكومية حتى الآن، مع خطة لرقمنة 960 خدمة أخرى بنهاية العام المقبل. أقيمت في العاصمة عمان فعاليات قمة تكنولوجيا السيارات الأولى من نوعها، وذلك بمشاركة كبرى الشركات المتخصصة في المنطقة. وشهدت القمة تفاعلات كبيرة في ظل اهتمام الأردن بقطاع سيارات الكهرباء كأكثر بلد لمبيعاتها في الشرق الأوسط، وتبادل العديد من الخبراء الأفكار الحالية والمستقبلية للقطاع عبر جلسات حوارية ودراسات متخصصة. كما ناقشت القمة أفق التوسع باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في عمان كمدينة حاضنة للنسبة الأكبر من سيارات الكهرباء والسيارات الهجينة مقارنة بتلك التي تعمل على البنزين والديزل. شفنا هلا بالبرزنتيشن 60% من المبيعات بالأردن هي سيارات كهرباء، سو عنا نحن شيء كتير حلو بالمنطقة إنه نقدر نعمل innovation لحتى نقدر نبني الانفراستراكشر فور اكزامبل لهول السيارات. وكونفرنس مثل أوتوتك هي بتقدر تجمعنا، بتجمع خبراء من كذا مجال. في عنا قطاع أوتوموتيف فيري أكتيف في الأردن، وفي عنا كتير مجالات بنطور فيها، وحلو نجمع شمل كل حدا بيشتغل بهذا المجال في مكان واحد، نتحدث نتبادل الآراء وهوفلي نتعاون أكثر، وبالعكس إن شاء الله يكون هذا نواة لإشي ريجنال إيفنت، نصير نستقطب ناس من خارج البلد. والآن نلقي نظرة على قطاع الفنادق السياحية والضيافة في المملكة في العرض التالي، يليها لقاء موسع مع رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان العين عبد الحكيم الهندي. تابعنا وإياكم مشاهدين هذا العرض عن قطاع الفنادق السياحية، وللحديث بشكل موسع عن هذا القطاع وعن السياحة بشكل عام في المملكة يسعدنا ويشرفنا أن نرحب برئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان سعادة العين عبد الحكيم الهندي. أهلا وسهلا فيك. بداية سؤالي لك، يعني في ظل هذا التراجع الذي يعاني منه القطاع السياحي، ما هو المطلوب
من جميع الأطراف. وأنا أحدثك كرئيس للجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، ما هو المطلوب من الجميع للنهوض بهذا القطاع والحفاظ على المنشآت السياحية والوظائف السياحية؟ نحن من خلال لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان قمنا في خلال العامين الماضيين بزيارة كافة المحافظات في المملكة، ووقفت اللجنة على واقع الحال مع أخواننا وزملائنا في القطاع العام وأيضا القطاع الخاص. نعم. وكان هناك حقيقة تحديات عديدة، قامت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان بدراسة كافة هذه التحديات، وقمنا من خلال هذه اللجنة بمخاطبة دولة رئيس مجلس الأعيان، وبدوره قد قام بمخاطبة حكومتنا السابقة، وتم وضع الحكومة على ما كل ما جرى معنا في خلال زياراتنا لكافة المحافظات. هناك حقيقة تحديات عديدة، ولكن اليوم وهو اليوم الأهم نتحدث به اليوم، هو أن يكون هناك بالفعل شراكة حقيقية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. نعم. ونحن على علم أن دولة رئيس مجلس الوزراء اليوم هو رجل ميداني، ولقد لاحظنا منذ اليوم الأول، ونتمنى على دولته أن يكون في هناك اهتمام، وأن يكون هناك اهتمام كبير بما يتعلق بالقطاع السياحي، كون هذا القطاع هو القطاع الواعد بإذن الله تعالى. ما هو تقييمكم لوضع الفنادق والحجوزات الآن ولنهاية هذا العام؟ بالحقيقة منذ بداية هذا العام، إذا تحدثنا عن عام 2024، نسبة الحجوزات في كافة محافظات المملكة نسبة حجوزات ضعيفة وضعيفة جدا. إذا بدي أتحدث عن العاصمة عمان، العاصمة عمان منذ بداية هذا العام إلى نهاية أغسطس اللي هو شهر 8 هذا العام، فنادق العاصمة عمان من 31% نسب الإشغال إلى نسب إشغال ما تجاوزت 53%. نعم. إذا تحدثنا عن البحر الميت، نتحدث أيضا من 18% من بداية هذا العام إلى 48% إلى نهاية شهر أغسطس أو شهر 8. إذا تحدثنا عن البتراء، هنا المصيبة الكبرى، البتراء منذ بداية هذا العام كانت لا تتجاوز 3% إلى 8% لنهاية شهر 8. بالنسبة للعقبة أيضا الحجوزات ضئيلة جدا وضعيفة، إلا في بعض المواسم اللي كان في هناك مؤتمرات أو معارض كانت نسب الإشغال فيها أيضا متواضعة جدا. نعم. أما بالنسبة للبحر الميت فنتحدث أيضا أن نسب الإشغال هي فقط كانت من خلال أهلنا المغتربين وأيضا السياحة الخليجية التي قدمت على الأردن في خلال هذه الفترة. أما إذا تحدثنا لنهاية هذا العام فهذا العلم عند الله، نسب الإشغال ضئيلة جدا، لا يوجد هناك أي مؤشرات لارتفاع هذه النسب. وكما تعلمون الحرب القائمة حاليا في المنطقة، إن كان في فلسطين أو إن كان في لبنان أو في الدول المجاورة. نعم. والأردن بإذن الله تعالى صامد، وقد مررنا في ظروف عديدة منذ تأسيس الدولة الأردنية أن هناك كان في عوائق أمام هذه الدولة، والحمد لله تجاوزت الدولة جميع هذه العوائق والمحن السابقة. هل برأيك ستستطيع السياحة المحلية تعويض النقص من السياحة الخارجية؟ حقيقة بالنسبة للسياحة الداخلية، السياحة الداخلية هي من خلال أردننا جنة، وتشكر وزارة السياحة وأيضا هيئة تنشيط السياحة على هذا الإنجاز من خلال أردننا جنة. أما بالنسبة أنها تعوض، لا بالعكس، لم تعوض قطعيا نهائيا عن السياحة الخارجية. نعم. ولكن على الأقل بتحرك بعض المنشآت السياحية والفندقية، أما تعويض كامل طبعا هذا مستحيل، لأنه السياحة الأجنبية هي السياحة اللي بيكون فيها صرف وبكون فيها أعداد كبيرة قادمة إلى الأردن،
وأيضا من خلال دخولهم إلى المواقع الأثرية والمواقع السياحية، وأيضا الطيران. كما تعلمون اليوم الطيران منخفض التكاليف والطيران العارض هو يعتبر موقوف هذه الأيام. هل برأيكم الترويج السياحي المتبع حاليا في ظل الظروف التي يعاني منها محيط الأردن، الظروف الجيوسياسية، هل هي كافية؟ هل الطرق للترويج كافية؟ بالنسبة لموضوع التسويق السياحي اليوم، إخواننا في هيئة تنشيط السياحة كل الشكر لهم، دائما من خلال أي أزمة تتعرض لها المملكة يكون في هناك تعديل وتغيير جوهري من خلال التسويق في القطاع السياحي. نعم. وأيضا يجب أن من هذه النقطة أن نشكر إخواننا في الشركات السياحية، أيضا يقوموا اليوم بجهد كبير جدا في المعارض الدولية لتسويق أيضا مع إخواننا في هيئة تنشيط السياحة سويا مع بعض لعمل باكيجات معينة للسياحة الأوروبية. نعم. ولكن كما تعلمون مهما كان هناك إنجاز إلا أنه للأسف حيكون ضعيف، ولكن على الأقل المبادرات موجودة من خلال إخواننا في هيئة تنشيط السياحة وأيضا من خلال الشركات السياحية. السياحة العلاجية والسياحة الدينية، هذان النمطان من السياحة، هل برأيك هم بحاجة للمزيد من العمل عليهما والمزيد من الدعم والخطط؟ نعم، بالنسبة للسياحة الدينية والسياحة العلاجية، السياحة الدينية كما تعلمون أهم موقع لدينا هو موقع المغطس، وكما تعلمون رواد أو ضيوف أو زوار هذه المواقع الأثرية والمواقع الدينية والسياحية هي الأغلب هي من الدول الأوروبية وأمريكا. نعم. وبهذه الظروف اليوم الإقبال ضعيف، ولكن بإذن الله تعالى كلنا أمل عند انتهاء هذه الحرب، ولنا تجارب عديدة في هذه الأزمات أن يرجع القطاع السياحي بكل قوته، وهناك ظروف ما إن شاء الله سوف تتحسن وسوف نكون على أهب الاستعداد للعودة فورا إلى القطاع السياحي كما كان عليه سابقا. العين عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، كل الشكر لك سيدي. الآن ننتقل لمشاهدينا لهذا الفاصل، من بعد نكمل باقي فقرات حلقتنا، ابقوا معنا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية 5D مينا، إحدى شركات هارموني انفستمنتس جوردن. هذا البرنامج يأتيكم برعاية 5D مينا، إحدى شركات هارموني انفستمنتس جوردن. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في فقرتنا السياحية هذا الأسبوع، نزور معا مدينة التاريخ والحضارة. وصلنا معكم الآن مشاهدينا لهذا اللقاء الخاص الحديث عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبسعدنا ويشرفنا بهذا اللقاء أن نرحب بضيفنا الرئيس التنفيذي لجمعية شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنتاج، المهندس نضال البيطار. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وشكرا على الاستضافة. كيف ساهمت جمعية إنتاج في تعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة خلال السنوات الأخيرة؟
يعني بتعرفي إنتاج كجمعية تأسست بسنة 2000 وهي جمعية غير ربحية وهي مظلة للقطاع الخاص، شركات القطاع الخاص، فمن 2000 عم نحكي عن حوالي 24 سنة بتشتغل على دعم هذا القطاع وشركات هذا القطاع من خلال 8 محاور، محور له علاقة بحشد التأييد وأخذ حوافز إضافية لشركات القطاع، محور له علاقة برأس المال البشري، محور له علاقة بالشركات الناشئة والريادية، محور له علاقة بتمكين المرأة كمان، محور له علاقة بدعم الصادرات، ومحور له علاقة بالمعلومات. نعم. فخلال القطاع أول ما بلش كان يمكن الصادرات بتحكي عن حوالي 13 مليون دولار حتى يمكن مش دينار، هلا احنا بنحكي عن حوالي اكثر من 350 مليون دولار. احنا طبعا عندنا طموح اكبر بناء على رؤيه التحديث الاقتصادي انه نوصل لحوالي مليار بال 2033 اذا مش اكثر. فانتاج عم تدعم كل الشركات من خلال زي ما حكيت الوصول الى الاسواق، وجودها في المحافل الدوليه والاقليميه والمعارض والى اخره. ما الدور الذي تلعبه جمعية إنتاج في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، وكيف تسهم هذه الفعاليات على الشركات المحلية والدولية والإقليمية؟ منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط شمال إفريقيا رح يعقد السنة ب 20-21 نوفمبر من العام الحالي طبعاً، ورح يكون تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني الله يحفظه. نعم. وهذا المنتدى هو نسخته العاشرة لأنه بلش بال 2002، احنا بنعمله كل سنتين، بيجي عليه حوالي 3000 شخص من كل دول المنطقة ودول العالم والأردن طبعا، من جهات عارضة، من جهات من سبيكرز أو متحدثين، من ريادية أعمال، من مستثمرين. نعم. فهذا الحدث الهام الأساسي اللي بيصير في المملكة كل سنتين كتير عم بيعمل أثر كبير لدعم شركات المنطقة والأردنية طبعا، وحتى الشركات العالمية المهم اللي مهتمة إنها تستثمر في هاي البلد. مع انتشار الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ما هي الخطط التي تضعها جمعية إنتاج لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الأردني؟ طبعا الذكاء الاصطناعي بالفترة الحالية يعني آخر كم سنة صار إشي أساسي وبطل إشي مكمل، صار إشي ممكن لكل إشي له علاقة بالتكنولوجيا في كافة القطاعات، يعني بنحكي على قطاع الإعلام، قطاع الصحي، قطاع التعليم الصناعي وغيره. إنتاج طبعا حريصة جدا أنها تشتغل مع القطاع العام في هذا المجال، وخصوصا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. نعم. ومع كل الجهات ذات العلاقة. احنا سبيل المثال أطلقنا مؤخرا مبادرة اسمها AI Enthusiasts of Jordan، اللي بيحبوا الـ AI، على أساس نقدر نعمل كوميونيتي كبيرة من اللي بيحبوا الـ AI واللي بيحبوا يتعلموا بالـ AI أو الخبراء الـ AI. فهدول عملنا أول اجتماع كان حوالي شهر تقريبا. نعم. صار في تعارف وصار في تبادل افكار وصار في تبادل خبرات، وان شاء الله رح نستمر بهذا المجال. بنفس الوقت احنا على تواصل تام مع شركاتنا اللي عمالها بتتبنى الاي اي او الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها، فاحنا هذا صعب بكون بصراحه بصلب الموضوع، بصلب يعني عملنا، لانه شيء كثير مهم وبواكب تطور التكنولوجيا. كيف تقيم دور الذكاء الاصطناعي على سوق العمل في الاردن؟ هلا طبعا احنا مرحله مخاض وتحدي كبير بصراحه، وبالتالي التعليم لازم يكون هو المحور الاساسي اللي لازم كل البلد تركز عليه بكل فئاته بكل شرائحه بكل الجهات اللي بتشتغل في الموضوع هاي، خصوصا من الكي جي 1 للتخريج من الجامعه. نعم. فالاي اي بما فيه البرمجه كمان لازم يصير يبلش من الابتدائي لغايه يعني الجامعه وفي كل التخصصات، لأنه عم بكون عصب زي ما حكيت في كل المجالات. هل هناك تعاون بين جمعية إنتاج والحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار في الشركات الناشئة في تكنولوجيا المعلومات؟ طبعا احنا كجمعية إنتاج شركاء حقيقيين مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مع وزارة الاستثمار، مع الجهات الأخرى والوزارة يعني كل الوزارات المعنية أو الهيئات المعنية كمان هيئة الاتصالات وغيرها في هذا المجال، ولأنه زي ما حكيت يعني هذا المجال أول شيء بده استثمار كبير عشان يقدر فعلا يطلع نتائج، وبنفس الوقت بده رأس بشري متمكن يقدر يطلع أفكار جديدة ويدعم الابتكارات. كيف تعمل الجمعية على تعزيز بيئة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ هلا احنا ريادة الأعمال زي ما حكيت إحدى المحاور الأساسية اللي بتركز عليها جمعية إنتاج. جمعية إنتاج بتشتغل مع كل
ذوي العلاقة في قطاع ريادة الأعمال اللي هي بصراحة قطاع يعني حي ونشيط جدا. احنا في عنا بالمملكة حوالي 300 وأكثر جهة بيشتغلوا في هذا المجال. نعم. إنتاج بتشتغل كميسر مع كل هاي الجهات، إنتاج بنفس الوقت عم تشتغل مع صندوق الريادة الأردني مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في إدارة منصة startupsjo.com اللي عليها كل الرياديين أو كل الشركات الناشئة، بالإضافة للجهات الداعمة، بالإضافة للمستثمرين وغيرها. نعم. هدول الجهات الشركات الريادية والشركات الناشئة برضو مصنفين، فإحنا نعرف مين اللي بيشتغل بالتكنولوجيا المالية، مين بيشتغل بالتكنولوجيا التعليمية، مين بيشتغل بالتكنولوجيا الصحية والاي اي وغيره، فعارفينهم واحد واحد وعم نحاول نتبع تطورهم ونموهم أول بأول بالشراكة مع الجميع. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات التقنية في المملكة وما هو دور إنتاج في حل هذه التحديات؟ طبعاً التحديات دائماً موجودة، إحنا ماشيين برحلة طويلة. إحنا أهم إشي عندنا استقرار التشريعات واستقرار الحوافز. إحنا على سبيل المثال آخر 2025 رح ينتهي إعفاء الصادرات أو إعفاء ضريبة الدخل من الصادرات، وهلأ إحنا عم نشتغل مع الجهات المعنية بالدولة إنه يتم تمديدها كمان 10 سنين، لأنه هي كانت 10 سنين كانت صفر ضريبة الدخل على الصادرات، وهذا إشي كتير ممتاز وعمل فرق كبير بصراحة. هلأ وعم نشوف ردود إيجابية الحمد لله يعني من الجهات المعنية إنه يتم تجديد إعفاء ضريبة الدخل على الصادرات. كيف ترى تأثير التكنولوجيا المالية الفنتك على الاقتصاد الأردني، وهل هناك أي مبادرات لتعزيز هذا المجال؟ طبعا الفنتك والتكنولوجيا المالية بكون إشي كتير أساسي زي ما حكيت، حتى هذه بكل القطاعات، حتى المواطن عم بلمس أثره بشكل كبير. يعني بدل ما الواحد يروح على وزارة أو على يعمل معاملة حكومية أو يدفع فاتورة كهرباء وغيره، صار بيقدر يدفع من موبايله. نعم. وهذا إشي كتير مهم. عم نشوف في جهود كبيرة بصراحة بهذا المجال. في عنا إنكيبيتر بأسسته شركة جوباك اللي هي الشركة المعنية الدفع الإلكتروني، والشيرمان تبعهم معالي محافظ البنك المركزي، وعندهم محاضنة أعمال متخصصة بالفنتك. هذا شيء كتير مهم. هلأ مع الدراسات المصرفية على سبيل المثال عم بيعملوا أكاديمية للفنتك بنفس الوقت، والأردن عم بتكون عم جد شيء كتير مهم بالمنطقة بمجال الفنتك، وعم بطلع ستارتوبس مميزين وعم بيصدروا منتجاتهم وخدماتهم لبرا. الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج المهندس نضال البيطار، شكرا جزيلا لك. شكرا لك ستي، يعطيك العافية. والآن نتابع مشاهدينا الأردن بالأرقام. في فقرة السوشيال ميديا ونبض الشارع نتابع الجدل القائم حول موضوع التوقيت الصيفي والشتوي، فمع اقتراب الشتاء يتساءل الجميع عن آلية التوقيت المناسبة، حيث اعتاد الأردنيون على تغيير التوقيت قبل أن تقرر الحكومة السابقة تثبيت التوقيت الصيفي وإلغاء قرار تغيير الساعة بتقديمها أو تأخيرها. هذا القرار يهتم به الموظفين وطلاب الجامعات في كل شتاء نظراً لأوقات دوامهم التي قد تتصادف مع وقت الفجر عند 6 صباحاً أو وقت الغروب مساءً. وفي نبض الشارع، هل يريد الأردنيون من الحكومة الجديدة تغيير التوقيت من صيفي لشتوي؟ نتابع. أنا بفضل والله التوقيت الصيفي، التوقيت الصيفي أطول، بتحس بالنهار أطول كمان، وإن شاء الله الحكومة تظلها عليه. التوقيت الشتوي أنا ما بفضلوش صراحة، بفضل التوقيت الصيفي أكثر، لأنه التوقيت الصيفي بمارس فيه هواياتي ودراساتي أكثر، عشان هيك فأنا بطالب أنه التوقيت الصيفي بيكون أفضل وأحسن. التوقيت الصيفي أفضل، بحس اليوم أطول أكثر، فبعطيني إني أقدر أنجز أكثر في يومي. أنا بفضل التوقيت الشتوي أفضل، لأنه برضو أجواء الشتاء بتجنن في الليل، يعني تروح على مطلات، تروح تقعد قعدات، يعني تطلع تمشى بالسيارة، تمشى أنت
صديقك، يعني أنا بفضل دائما الشتاء يعني. إلى هنا مشاهدينا نصل معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله. هذا البرنامج يأتيكم